وقت الجمعية. لا والله العظيم يا خالتي، انت ما تعرفيش غلاوتك عندنا قد ايه. خلاص خلاص، عموما استني عليا يومين ثلاثة لحد ما صالح يقبض من الراوتر. راوتر؟ راوتر ايه ده اللي بيقبضوا منه؟ وانا هقول لك ايه، ما انت جاهلة. ابني صالح ربنا كرمه وبيشتغل دلوقتي في بنك الانترنت، وهيقبض من الراوتر في راس السنة المالية. ده تلاقيه بيشتغلك يا خالتي وبيضحك عليك. ايه؟ ارجوكوا مش عايز هزار. فك يا بنت بقى. لا يا عموره احنا حلوين قوي. بس صالح والنبي مش عايز هزار والنبي. كفايه يا جماعه اللي حصل في موضوع العربيه. وبعدين انتوا مش فاهمين، انا طول الليل بحلم بكوابيس. سامي يا جمال واقفه مع ابويا بيضحكوا ومعلقني من عرقوب رجلي بخطاف زي الخروف، فلو سمحتوا الموضوع مش محتمل اي تهريج. ايوه بيضحكوا، شفت؟ عارف ليه؟ عشان انا وديت العربيه امبارح عند الميكانيكي وقال لي انها ترجع زي العروسه. بجد يا صالح، وحياة ابوك العربيه ترجع زي ما كانت؟ والله قال لي هترجع زي الفل، بس هي محتاجه شويه تكاليف. يا عم تتكلف زي ما تتكلف، المهم ابويا يرجع يلاقي العربيه. ما تقلقش، ابوك هيرجع يلاقي العربيه زي العروسه متجوزه في الجراج. فك يا بنت بقى، فك بقى. عموره يضحك منين؟ عموره جد منين؟ عموره جد منين؟ لا 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 بس. الحمد لله. الحمد لله. طب حس كده بقى يا جماعه، معلش خلوني اخد رايكم في حاجه. اه ما شاء الله يا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عربية قلت الدواء وترجع زي الاول. ده العربية اتدشملت وبقت شاورما. خليك في حالك وحط صنك جوه بقك. ما هو هتقول كلام في محله وهتقول حل يا حاله. انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ الواد مكتئب والعملية بكرة. قلت اقول له كلمتين عشان افكه. المهم انت مش كله تمام؟ لا. لا اما تلق. انا قصدي لا كله تمام. معانا السلاح وبدل القنبلة اتنين، ناقص بس الشنط والماسكات هجيبها لنا العيل الملزق ده. ايه رايكم بقى في الطقم ده؟ حلو؟ اه كيوت جدا. ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، ده اللي هحضر بيه بكره السرقه ان شاء الله. طب هتروح دقنك طويله كده؟ ينفع؟ طب روح على سلام. تعالى تعالى يا دياب انت. دقيقه بس، دقيقه. تعالى هنا، تعالى. روحها. انا مش هلبس الهبل ده ورايحين بنك بكره. امال هنلبس ايه يا صالح؟ هلبس بدل. بدل ايه؟ بدل ايه؟ احنا رايحين نخطب. اهو. نلبس بدل وعليها ماسكات. بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا عشان هراجع لاخر مره على الخطه. انت هتروح الشغل بكره عادي. في الوقت ده انا وانت هنأجر العربيه ونفك منها النمر. تطلع انت قبل خروج الموظفين بربع ساعه، كده مستناك قدام البنك. هنستنى كلنا ومعانا الحاجه ونراقب الكاميرات. اول نور الكاميرا بيطفي يبقى السيستم وقع. ودي اشاره دخولنا البنك. تمام يا رجاله؟ رجاله. Easy mama, he boop beep, boop beep, mom beep, boop beep, pause and boop beep. عمر، عمر، هات النظارة من جنبك. النظارة. لسه الكاميرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال، عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه ايه احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زئر، جوانتي يا حبيبي، بصوابع عشان البصمات. جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقه. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. ما هو ده جوانتي. انا اسف. الله، انت مش قلت لي هات جوانتي؟ خلاص ما تجعرش. جوانتي خلاص ما تجعرش. انا اسف. خلاص يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده. غبي. بصوا يا رجاله، ما ينفعش نخش جوه ونندب بعض باسامينا. امال هنندب بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. ما احنا دخلنا جوه قلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح. هنتفضح وهنتعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا ونندب بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح ونقول لزئرو عمرو. انت حمار يا ابني. ايه؟ بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي اللي اتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه 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 صح. سوري 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 يا جدعان، فكروا ما تدرسوا ده. يا ابوس ايديكم. خلاص. طب ايه هنعمل؟ ايه؟ مش هنعمل حاجه، نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدولي جوه اقول لي يا كريم. ها مدلك نقول لك ايه انت؟ ايه انا قولوا لي؟ قولوا لي يا فادي. فادي وحش. مش وحش، اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن.
لا ما احنا مش بنلاقي اسم طفل رضيع. اخلص هنقول لك يا سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ ايه بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجم من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحضرك باسمك الحقيقي صالع. ما تهركش الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظ مرقص قدامك هقول لك اسمك الحقيقي. صالع. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قول 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 صالح. تقول لي ايه؟ قول لي فين؟ صالح سناء. قلت له وبس زقره رايح زقره جاي شبح سناء. خلاص بقى ما كنتش تعرف. فخلاص بقى انا ما تزيدش يا خلاص. خلاص يا عم قول لي يا مجد. ورا صالح امك عجبتك قوي؟ احلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم يا متخلف امك هناك اهي. يا نهار اسود. طب ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها اترفدت توجعها عشان تتاكد. طب والعامل؟ العامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح. هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب يا فندم. يا اخي مش انت منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ ما شاء الله. بس عصبي قوي على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبع الضعف. اسمع عاد انت وهو انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات. لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول. الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50 يعني نسبة 70-30 وأي كلمة زيادة مش هتخلص مش ياك. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة وانا هطلع اهم من الرهائن اللي فوق معايا اكسب. يلا يا رجاله. مش قلت لكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعه انا غريب. في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك. ما دي برضو نبهولنا عليها جامد. قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها. بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف في ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت صدرك يا شبح. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا خنت وهو؟ يلا يلا عشان شبابيك الصرافه نقلب عيشنا. احنا ميه تخلي الزير. يلا ماشي. قلت لهم كل خزنه وليها ميتها. في خزنه تحتاج غباوه وفي خزنة تحتاج حنية وفي خزنة تحتاج رواقة. فاهمة قصدي؟ حريص مدبلي بتعمل هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميلة هنا في البنك. رشا
انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها معاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلب نفسينا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكت. ولد شوكت ده في البيت اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السامع بابا وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفه. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورقه فيهم ب 20. بلاش برطمه، اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58,732. حلو، معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد، لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حال لما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنة نفجرها. إزي ماما بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فرقت وبكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنه دي تخصني. يا اخي اخوك بقى ورا. ايه صوت الفرقعه دي؟ روحي احنا مالناش دعوه. ها ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ورا. ايه صوت الفرقعه دي؟ اه
ايه ده؟ انتوا كمان صوتوا في الساعات برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقيعة كده مش عارف فلوس بيقع، تقريبا في حد لسه حاجة في الفرن. احنا شاملين ريحة غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الأم. بروح أمك أنت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار أنتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شمع، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يعني اللي موت ولا أكتر. شنو الله ادخل يا ابني تهو يلا بالراحه يا عم الشبح اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو يا ابني انت تقف على الباب اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه حاضر يا ريس اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيم يا بعينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني